تقرير حول بقى ايه؟ عندنا تقرير حول ايه؟ احتفاء قطاع شؤون الانتاج الثقافي بعيد الام، وعاملين امسيه لطيفه جدا بعنوان ست الحبايب، يرأسها المخرج الرائع الجميل الصديق الرائع جدا دكتور خالد جلال. الامسيه بطبيعه الحال كانت في مركز الهناجر، استأذنكم تشوفوها معانا او تتابعوا معانا هذا التقرير، واللي بيتضمن يعني ولو شيء من تضحيات الأمهات. أشعار بقى فؤاد حداد ومحمود درويش حبيبي، عمنا عبد الرحمن الأبنودي، أستاذ جمال بخيت الجميل، محمد بهجت إلى آخره، وكمان مجموعة من أشهر وأجمل الأغاني التي شدت بحب وحنان الأم وفضلها على الجميع. تقرير وفاصل ونرجع نكمل الكلام. كل أم هي أحب وأحن حد علينا في الحياة، يعني رحلتنا في الحياة مهما طالت أو قصرت بنبقى في النهاية الشيء الوحيد الثابت والحب الوحيد اللي ما بيقلش هو حب الأم. الحقيقة إنه الأمهات كانوا ملهمات لكتير جدا من الفنانين، يعني يمكن الناس في ذهنها فقط أغنية ست الحبايب للعبقري حسين السيد والعبقري محمد عبد الوهاب وستنا فايزة أحمد، لكن كمان في أعمال كتيرة قوي قوي لشعراء كبار، لصلاح جاهين وفؤاد حداد والأبنودي وسيد حجاب وجمال بخيت وشعراء عرب من ضمنهم طبعا محمود درويش اللي قال أحن إلى خبز أمي. فكل هذه أنا عملت زي إيه تجميع من الحاجات اللي أنا بحبها وبهديها لأمي وبهديها لكل الأمهات، وبخص طبعا بالإهداء أمهات الشهداء، لأنه دول يعني إحنا عايشين بفضل تضحيات هؤلاء الأمهات وبفضل تضحيات الشهداء. الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. يا عيد الأم ده بالنسبة لنا ده هو يوم تكريم في الأجندة صحيح، بس إحنا بنكرم أمهاتنا طول الوقت صباحا ومساءا في كل وقت، دعواتهم هي اللي بتفتح لنا الطريق في الحياة والبركة في الحياة وفي كل خطواتنا. الست المصرية بتقوم بأكتر من واجب وملفات كتير في حياتها، ففعلا الست المصرية قوة عزيمة إرادة. دعوتك في مسامعي لا تغادرني، روحك أنفاسك أم عمري والكل قليل. أواه ماذا أتذكر يا أمي، لا يوجد شيء يمكن أن أنساه. ربي يرزقك حب عبيده ويكفيك شر الأشرار. أمسيات البهجة أو يعني من عنوانها كده البهجة هي أستاذ محمد بهجة، هي إعداد وتقديم أستاذ محمد بهجت، وإحنا طبعاً يعني جزء من التيم الجميل دوت، بسيمة وعسلية وسكر وبندق وكاجو، وإن شاء الله نكتر ونزيد. مجموعة شخصيات كده لطيفة بتتحاور مع بعضها وتهزر مع بعضها في إطار في رسالة كده بسيطة جميلة بنبقى عايزين نقدمها، بضحك وهزار وغنى وشعر وفن هادف وجميل وراقي. والنهاردة كنا موجودين علشان عيد الأم، الأمسية بتاعتنا عنوانها ست الحبايب. طبعا يعني ربنا يا رب يحفظ لي مامتي وكل الأمهات ويرحم يا رب الأموات اللهم أمين. مفيش أحلى في الدنيا من الأمومة.